كان من الضروري ان احنا نشوف باب من ابواب الشر حركة الصهيونية، ونشوف وصية هرزل هذا الذي أسس وأنشأ ودشن وحارب ونجح في إنشاء الكيان الصهيوني الإسرائيلي دلوقتي. وصية هرزل قال في وصيته مهمة جدا جدا، قال فكرة وطن الأجداد ستظل مزدهرة بعد أن يتلاشى غبار عظامهم في الهواء. إن الأخوة العامة ليست حلما جميلا، فالتنافر ضروري لأعظم الجهود الإنسانية. عندما يستقر اليهود في دولتهم قد لا يصبح لهم أعداء، أو بيقول بيتخيل، ومن ثم يضعفهم الرخاء ويسبب انكماشهم، وسرعان ما قد يختفون كليا. ده مهم جدا، هعيدها تاني، لازم الناس تعرف انه اللي أسس اللي بنى اللي ركب الكيان الصهيوني بيقول ان اسرائيل لو قعدت في استقرار ورخاء هتتلاشى هتموت. لذلك بيصل ويربط بين بقاء دولة اسرائيل وبين البقاء في محيط ملتهب، البقاء في محيط فيه صراع. بيقول اهو تاني، عندما يستقر اليهود في دولتهم قد لا يصبح لهم اعداء، خلاص هم في سلام، ومن ثم يضعفهم الرخاء، لان اليهود معروفين تاريخيا الرخاء بيضعفهم ويجعلهم في حالة خلاف، ويسبب انكماشهم، وسرعان ما قد يختفون كليا، هيضيعوا تماما. اعتقد ان اليهود سيكون لهم دائما قدر كافي من الاعداء. ده مين اللي بيقول؟ ده تيودور هرتزل. قدر كافي من الاعداء، يبقى اسرائيل لا يمكن ان هي تعيش في اجواء فيها سلام. ده الكلام اللي انا بقوله لانه مؤسس دولة اسرائيل بيقول هذا الكلام، اللي ركبها بيقول هذا الكلام. حييم هرتزل اللي هو اول رئيس لدولة اسرائيل بعد كده في 48-49 قال ان احنا هدفنا الاساسي ادارة الازمة مع العرب لان اعدائنا، مش حل الازمة، مفيش حل. يبقى هم في معتقداتهم انه لا يوجد حل، وفي معتقداتهم انه لابد ان يكون في صراع دائم.